المساعي لتوحيد الحزب الجمهوري وتشكيل جبهة موحدة ضد الديمقراطيين دفعت إلى التقارب بين المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب وقادة الحزب، حيث التقى ترامب على مدار 4 ساعات مع مسؤولين من الحزب من بينهم رئيس مجلس النواب بول رايان. أعتقد أننا عقدنا اجتماعا مشجعا، لا يخفى على أحد بوجود خلافات بيني وبين ترامب. لقد تحدثنا اليوم بشأن خلافاتنا وهو أمر معروف، ويبقى السؤال ما الذي يجب القيام به من أجل توحيد الحزب الجمهوري؟ ترامب الذي أثارت تصريحاته السابقة بشأن قضايا متعددة انتقادات من جانب الديمقراطيين وعدد من قادة الحزب الجمهوري، قال إنه اتفق إلى حد كبير مع بول رايان بشأن قضايا أمن الحدود والتجارة وتعزيز القوات المسلحة.